فيديو النهارده ممكن يكون مختلف شويه عن نوعيه الفيديوهات اللي انا بعملها برده كالعاده. هنتكلم مع بعض او هتشوفوا معايا فيديو عن ازاله الزوائد الجلديه اللي بتبقى موجوده في العنق. في ناس كتير بيبقى عندها زوائد جلديه في منطقه الرقبه، وطبعا الشكل بتاعها بيبقى وحش، فانا جايب لكم فيديو النهارده تشوفوا افضل طريقه بتشيل بيها الزوائد الجلديه دي بحيث الوضع يرجع كويس ويرجع طبيعي وما يكونش فيه اي مشكله خالص. طيب قبل ما نشوف الفيديو، حابب اعرفكم اهم الاسباب اللي بناء عليها بتتكون او بتطلع الزوائد الجلديه دي. رقم واحد بيكون سبب متعلق بالعامل الوراثي، رقم اتنين بيكون سبب متعلق بزياده الوزن يعني في حالات السمنه، رقم ثلاثة بيكون الموضوع متعلق بفترة الحمل يعني في فترة الحمل عند السيدات ممكن يبقى عرضة ان يطلع او يتكون عندهم زوائد جلدية. طبعا دلوقتي هنشوف بقى الطريقة اللي بيتم ازالة بيها الزوائد الجلدية دي. بتتعمل لها كي بالليزر، دي افضل طريقة. بيتعمل كي بالليزر زي ما انتم شايفين على الشاشة كده، الجهاز بيفضل يتحرك بالابرة دي علشان يبدأ يفصل الحتت او الاجزاء الزايدة من عند البداية بتاعتها من العنق بالظبط، وفي الحالة دي ما بتتكونش تاني. في حد ممكن يسأل وهي بتتشال كده او بالوضع ده هل بتكون مؤلمة ولا لا، او بيتاخد لها مخدر ولا لا؟ ممكن يتعمل لها حقن مخدر في المكان اللي فيه الجزء الزايد او عن طريق مخدر كريم، وبعد كده المريض طبعا ما بيحسش بأي حاجة خالص، وبعد كده خلال ثواني الجزء الزايد ده بيتشال. خلال اسبوع الموضوع او الوضع بيرجع طبيعي خالص، ممكن تعمل قشرة صغيرة وبعد كده المكان بتاعها ما بيتكونش فيه حاجة تاني. لكن لو اتكونت في مكان اخر موجود طبعا برضو بتتشال بالطريقة دي، ودي بتكون افضل طريقة. انا حبيت ان انا اشارك معاكم الفيديو ده بشكل مختصر، اقول لكم الزوائد الجلدية ما حبيتش اتكلم عنها بشكل نظري، جايب فيديو للازالة بتاعتها جوه العيادة، وكمان قلت لكم الاسباب بحيث لو في حد عنده الموضوع ده يقدر يبقى عارف طريقة العلاج بتكون ازاي، ولو في ناس بتخاف من الألم كمان تبقى عارفة ان الموضوع بيتم ازالته من غير اي ألم خالص، وبالمناسبة ملوش اي مضاعفات. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، ياريت تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير. شكرا على المشاهدة، سلام.